اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده. واكله ام النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. وعدنا حضراتكم اللي بيكون معانا يوم الاربعاء دكتوره شاطره او دكتور شاطر. معانا النهارده الدكتوره منال عز الدين، دكتوراه وباحثه في معهد التكنولوجيا للتغذيه. الاسئله اللي حابين حضراتكم تسالوها احنا بنجاوب عليها مباشره على الهواء من خلال متابعتنا للسوشيال ميديا طول الاسبوع. بنجمع الاسئله وبنسالها للدكتوره اللي بتشارك معانا. فحضراتكم النهارده هنعمل ايه علشان نفتح مجال للكلام والحديث عن الاكل الصحي والتغذيه؟ معانا سمك الماكريل. سمك الماكريل دايما الشيف المغازي بيجامله، هل هو بيجامله عشان بيحبه؟ انا شخصيا بالفعل بحبها، لا انا بحبه لانه مفيد جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا. والعلم لما يتكلم سمع هز. الماكريل النهارده هنعمله فولاذي. يعني ايه فولاذي؟ يعني هنعمله النهارده صينيه بخلطه الخاصه، فيها دبس الرمان، فيها فلفله ملونه، فيها توم، فيها عصير ليمون، فيها فص مستكة علشان الزفاره بتاعه الماكريل. معانا سمك فيليه قشر بياض النهارده، عايز اعمله بالاعشاب. وصدقوني بجد انا بحبكم اكتر ما انتم بتحبوني. الاعشاب، الروزماري او الزعتر، بحثت الصبح علشان اجيبه وخدت مجهود كبير جدا، اللي هو الروزماري والزعتر ده فريش طازه، حبيت اعمله النهارده مع سمك فيليه قشر البياض. معانا النهارده كمان البنجر. البنجر سلطه لطيفه جميله، هل هو مفيد للضغط او ضار للضغط؟ طبعا حلقتنا النهارده بتخص مريض الضغط، واللي ضغطه عالي واللي ضغطه واطي، والمراه الحامل، الام الحامل، الاطفال، كل الحاجات ديت احنا هنجاوب عليها مباشره. معانا كمان رز النهارده بالكركم، وعايزين نشوف ايه فايده الكركم وخاصه للجهاز الهضمي وحته الكبد بالذات. العلم لما بيتكلم سمع هس. هنطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه، أكلات بسيطة وسهلة، وكمان المفاجأة بقى إن إحنا هنخلي الأكل يكون بسيط وقيمته المالية قليلة، بس إزاي نخلي القيمة العالية بتاعته والسعرات اللي إحنا متطلبة على مدار اليوم، سواء الأطفال سواء كبار السن، ده مطلوب مننا. عايز أقول لحضراتكم نتابع الحلقة ونجهز الأسئلة. حماتك ما جاتلكيش النهاردة اتصلي بيها، ماما النهاردة في البيت قولي لها يا ماما بتعاني من ايه واتصلي واعرفي ايه السؤال، واحنا نجاوب عليه مباشره على الهواء بواسطه الدكتوره منال عز الدين، دكتوراه وباحثه في علم التكنولوجيا والتغذيه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. نرحب بالدكتوره منال عز الدين، دكتوراه وباحثه في معهد التكنولوجيا للتغذيه. اهلا وسهلا بيك يا شيف احمد. اهلا وسهلا بحضرتك. انت بتكوني مبسوطه لما بتيجي معانا؟ اكيد طبعا، طالما جايه من سبيرو وجايه بالتحديد اكله امي ببقى سعيده جدا. اشكرك، كلك ذوق والله. اهلا وسهلا. النهارده عاملين سمك، ايه رايك؟ بتحب السمك؟ حضرتك بسم الله ما شاء الله عامل طبعا من عشاق السمك، وانا شايفه مائده شهيه ومفيده وقيمتها الغذائيه عاليه كمان. بس احنا عندنا مشكله لما حد بيعزم حد على سمك يقول له جايب ماكريل، يا عم يا ناقصه فقر. بالعكس، والله العظيم عايز جمبري، عايز باخده دينيس اروس وقرا مور قشر بياض، انما الماكريل انا بحبه. سبحان الله، بعشقه. عايز اقول لحضرتك ان الماكريل من اكتر الاسماك اللي قيمتها الغذائيه عاليه، لان فيه اوميجا 3 وبينافس الجمبري والاستاكوزا، ومفيد عن الجمبري كمان لان الجمبري كوليسترول عالي. بالظبط كده. طب عايزين نوضح للساده المشاهدين احنا ليه لما بناكل اكله سمك وخاصه لما تكون عاليه الفوسفور بننام؟ يجي ننعس كده، عايزين ننام واخد بالك؟ ده حقيقي، لان السمك بيهدي الاعصاب. وكمان السمك عندنا من الحاجات اللي هي بتساعد على الاسترخاء وبتساعد على التركيز، فبيجي كده حاله من الاسترخاء مع التركيز، فتلاقي الواحد راح في النوم. كمان السمك عندنا حضرتك مفيد جدا لطلبه المدارس، واحنا المدارس على الابواب. الاوميجا 3 فيه، ومصدر للبروتين المهم جدا لبناء العضلات وانسجه الجسم المختلفه. كمان انا عندي السمك زي ما حضرتك قلت، الاسماك الدهنيه زي الماكريل اللي فيها فيتامين دي. وكمان احنا النهارده موضوع حلقتنا عن ضغط الدم المرتفع، سمك الماكريل غني بالبوتاسيوم، والبوتاسيوم من العناصر المهمه جدا معايا عشان يعني تنزل مريض ضغط الدم. مريض القلب، مريض الضغط ياكل ماكريل؟ ياكل ماكريل. الماكريل من النهارده هتلاقوا سعره ضرب في السماء. احنا كده لا نهدى خالص وعاد ومتواجد في السوق وما نخزنوش وما نروحش نقول بدل لا خالص، احنا بنقول العلم لما يتكلم سمعه. ده حقيقي. بنوضح
شخصيه السمكه وايه قيمتها الغذائيه. فقيمته الغذائيه. طب ليه لما بروح لدكتور القلب يقول لك كل سمك مره في الاسبوع؟ طبعا لانه مفيد جدا لصحه القلب وبينشط الدوره الدمويه، وفي كمان السيلينيوم اللي بيقوي المناعه. اوبا حلو. في سيلينيوم. عايزه اقول كمان ان سمك الماكريل فيه فيتامين بي 12 اللي بيقوي الاعصاب. وانا شايفه كمان ان احنا معانا قشر بياض. قشر بياض ده هنعمله النهارده مشوي بالاعشاب. ده احسن طريقه للسمك انه يبقى مشوي وبالاعشاب وبالخضروات، بنرفع كده من قيمته الغذائيه وفي نفس الوقت بيكون خفيف على المعده وخفيف على الصحه. طيب انا عايزه بقى اوجه كلمه للساده المشاهدين بخصوص ضغط الدم يا شيفنا. اتفضل. ضغط الدم للاسف من اكثر الامراض الشائعه في العالم العربي. وللاسف في فئه كبيره جدا من الناس مصابه بضغط الدم وما تعرفش ان هي مريضه ضغط دم. ليه؟ لان 95% من الاشخاص المصابين بضغط الدم ما بتظهرش عليهم اي اعراض، و5% بس اللي بتظهر عليهم اعراض الصداع والدوخه والزغلله. فال95% اللي ما بتظهرش عليهم الاعراض بيبتدي الجسم مع مرور الوقت يتاقلم على وضع الضغط العالي. حلو. ويعافر معاه ويحاول يتحمل لحد ما بتيجي لحظه الجسم بينهار ويتفاجئ الشخص انه اصيب بجلطه على القلب او المخ أو أزمة قلبية مفاجأة تؤدي للوفاة. عشان كده سمي بالقاتل الصامت. الواحد يبقى في أمان الله كده وتديله سلامة. بالظبط، يقول لك ده وقع من طوله. الله يرحمه. لأنه القاتل الصامت ربنا يحفظ الناس جميعا. فمهم جدا يا شيفنا. ملوش أي أعراض خالص، يعني الواحد ما غير الزغلالة والصداع. مفيش. كمان الضغط اللي حابة أقوله. طب مريض السكر يا دكتورة منال. تمام. يجي له الضغط بسهولة. معرض جدا. معرض. طبعا بسهولة يعني. ونسبته أكتر إن يجي له. طب يعمل الضغط. ايه؟ طبعا لازم يتابع الضغط. الضغط لازم يتابع يا جماعة. حتى الشخص السليم بعد سن الأربعين لازم يبقى فيه متابعة دورية لضغط الدم. ولو في تاريخ مرضي في الأسرة أو سمنة أو شخص مدخن كمان يتابع قبل سن الأربعين. ضغط الدم يا شفنا بيتقاس مش يتحس. طبعا يعني مفيش حد يقول اصلا عندي صداع انا كده عندي ضغط ويروح واخد دواء ضغط من نفسه. لازم يتقاس عند دكتور ويتقاس مره واثنين وثلاثه على مدار الاسبوع. على مدار الاسبوع. طيب نستاذن الدكتوره منال للمعلومات القيمه. انا هعمل دلوقتي سمك فيليه قشر بياض مشوي بالاعشاب. دهون قليله جدا، معلقتين من زيت الزيتون، تشكيله من الاعشاب، روزماري، زعتر. معلش يمكن يعني انا تعبت عليها شويه النهارده، بس بجد انا حبيت ان انا اعمله النهارده عشان الدكتوره منال. قيمته عاليه جدا. هنتكلم عن الزعتر والاعشاب، مفيده للجهاز الهضمي. ده حقيقي. بيزغرط لما بيعرف ان الزعتر والروزماري في الاكل. ده حقيقي. عايز اقول لحضرتك ان الروزماري كمان بيخفض من ضغط الدم كمان، يعني لو غليناه وشربناه او ضفناه للاكل فهو روزماري. مفيد لضغط الدم. ممكن نزرعه في البلكونه كده يعني. ده حقيقي. بالظبط. ومعانا كمان ثوم وبصل ومعلقه جنزبيل ومعلقه مستردة، وهنشوي السمك ده على الجريل، على البوتاجاز او على في الفرن زي ما انت عايز، يعني بطريقه سهله تقدري تعمليه. لا وطريقه صحيه كمان. لو ما فيش فيليه قشر بياض عشان برضو ما نفورش، عندنا فيليه البولت بتاعنا اللي بنصدره للدنيا كلها. جميل. نجيب سمكه البولت اللي هي وزنها تقريبا من 600 ل 500 جرام، ولو اكبر من كده تبقى فله. بناخد اللحم بتاعها ونشويها نفس الطريقه. ده حقيقي. اللي هو البولتي. او نجيب اي فيليه هامور ايا كان يعني. تمام. طيب المقادير اللي شفناها على الشاشه يا شباب، نشتغل ناخد اتصال. اتفضل. طيب توكلنا على الله. احنا دلوقتي يا دكتوره هتبل السمك ده كده تتبيله، بس مش عايزين في التتبيله ملح يا شفنا خالص. عشان مريض. ايه موضوع الملح ده بقى؟ يعني ناكل اكل بغير ملح؟ طب يبقى طب ده الملح. تعرف يا دكتوره المعلومه الغير معلومه بقى. اتفضل. ان الملح هو الحاجه الوحيده اللي بيظبط الاكله وبيفصل التوابل من بعضيها، يعني بيبين شخصيه الفلفل، شخصيه الكمون، يقول لك ان الاكله دي فيها كمون، فيها كزبره. تمام. لو ما فيش ملح خالص كله يبقى سايح على بعضه. بس الناس للاسف بتضيف اكتر من احتياجاتها. ايوه يعني نعمل كنترول عليه. لازم يتعمل كنترول. طيب. عليه. وكمان مريض ضغط الدم المرتفع ملهوش اكتر من 3 جرام ملح المفروض في اليوم. لان احنا برضو عندنا الملح مستخبي في حاجات تانية. عندنا مثلا الكاتشب فيه ملح، المايونيز، الجبنه الرومي، المخللات، في الطماطم فيها املاح. الطماطم فيها املاح، فانا لازم اعمل حساب كمان الملح اللي باخده مش بصوره مباشره. حل. بس في بعض التوابل اللي نقدر نضيفها تحبش الاكله برضو وتديها طعم، زي الخل البلسمك وعصير الليمون والبابريكا والسماء والفلفل الاسود والحبهان. الحاجات دي نقدر نستعيد عنها عن الملح وبتدي برضو طعم لذيذ وشهي للاكلات ومفيده صحيه. طيب مريض الضغط يا دكتوره منال يبعد عن التوم؟ لا بالعكس،
بالعكس الحوم ده من الحاجات المفيده جدا. طب ليه الدكتور ده من يقول له ما تاكلش الحوم؟ لا لحوم ولا لحوم؟ لحوم. لا اللحوم طبعا من الحاجات الضاره جدا لمريض ضغط الدم المرتفع لان فيها نسبه املاح عاليه، املاح مخفيه. انا عايزه اقول لحضرتك انه نص كيلو اللحمه فيه 1500 ملي جرام ملح. اوبا، نص كيلو لحمه، نص كيلو لا ربع كيلو فيه 750 ملي هي جرام. هي اصلا فيها ملح. ففيها نسبه املاح عاليه جدا دي اللي هي اللحمه الحمراء اللي بنشتريها من الجزار. طبعا لو في لحوم مصنعه للاسف اللي بعض اولادنا بيحبوها دي فيها نسبه املاح اللي هي نترات ونتريت الصوديوم ودي كمان ليها تاثير ضار على صحتهم. وبننصح كل الاسر المصريه ان هي تبعد تماما عن شراء هذه المنتجات وست البيت تتعلم من شيفنا وتعملها في البيت. ناخد يا استاذ محمد. ازيك؟ السلام عليكم. ازيك شيخ؟ سلام ورحمه الله وبركاته. منور حبيبي يا ابو حميد. امور يا ابو حميد. اكلم دكتوره لو سمحت. اتفضل دكتوره منال مع حضرتك. اه دكتوره السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. لو سمحت حضرتك طريقه غسيل الخضار السلطه الجرجير والخس والحاجات دي من الطفيليات والبويضات وبيقولوا الخل ملوش قيمه، الخل ضعيف جدا ما بيعملش حاجه. تمام شكرا. في اي اسئله تاني؟ لا ايوه بس الجرجير والخس والحاجات دي عشان السلطه. تمام مظبوط. اولا انا بحييه ان هو بحريص على السلطه على المائده لان قيمتها الغذائيه عاليه جدا. اهم حاجه ان احنا نغسلها تحت ميه جاريه ورقه ورقه دايما. دكتور انا بقول لكل مشاهدينا يعني نغسل الخضار قبل تقطيعه بالظبط مش بعد تقطيعه. لا لا قبل التقطيع عشان ما نفقدش السوائل بتاعته والقيمه الغذائيه بتاعته بالظبط. وكمان اهم ونتحكم حاجه فيه كمان ده حقيقي يكون ورقه ورقه تحت الحنفيه وميه جاريه. هيبقى متعب شويه مش مشكله طيب. بس مقابل كده بنكسب صحتنا. طب ام حامل وعندها ضغط تنصحيها تاكل ايه؟ الضغط ده من اكبر المشاكل اللي بتواجه السيده الحامل وللاسف لو ما تابعتهوش بيعمل تسمم حمل وممكن يعمل ولاده مبكره وممكن لا قدر الله تفقد جنينها. وضغط الدم المرتفع طبعا للحامل بيحصل نتيجه خلل في الجهاز المناعي عندها او خلل جيني. والطفل هنا بيتاثر طبعا. وطبعا الطفل بيتاثر فمهم جدا ان هي اول حاجه تبتعد عن المعلبات، تبتعد عن المشروبات الغازيه، تبتعد عن الكافيين. الوجبات الجاهزة، تهتم بأكل الخضروات والفواكه وشرب المية وتاكل الدواجن والأسماك وتبتعد تماما عن اللحوم وتقيس ضغط الدم من وقت للتاني وتهتم بتناول منتجات الألبان. حلو مهم جدا. معانا اتصال مدام نهلة من أسوان. يا مدام نهلة ازيك؟ ازيك يا شيخ مغازي؟ الحمد لله رب العالمين. الله يبارك لك. الحاجات الجميلة دي اشكرك. الله يبارك لك يا اختي. معانا الدكتوره منال يا فندم اتفضلي. هي دكتوره ايه معلش عشان انا لسه فاتحه من تغذيه يا فندم. دكتوره تغذيه يا فندم، باحثه في معهد التكنولوجيا للتغذيه. امور يا ست الكل. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا بيكي وباهل اسوان. الله يخليك يا دكتوره، اصل انا لسه متجوزه هناك الصراحه. اهلا وسهلا بيكي. ربنا يسعدك. امورك؟ ربنا يكرمك. بقول لك يا دكتوره انا وزني يعني ايه؟ حوالي زي 76 كيلو وطولي حوالي زي مثلا 151 155 حاجه كده يعني. تمام. فكنت عايزه اخس شويه فاهمه ازاي؟ وبعدين انا بحب الاكل كتير فكرشي يعني اتعمل شويه فكنت رحت عشان اخد ابره تفكيك الدهون دي. هي غاليه شويه بس مش مشكله عادي، بس قالوا لي بعد كده ممكن تعمل لك ميه تحت الجلد وتعمل لك مشاكل. فاروح لدكتور التغذيه مثلا وامشي دكتور التغذيه والله امشي ولا بالاكل احسن ولا اعمل ايه؟ فحضرتك اخد منك الاستشاره يعني ممكن؟ تمام تمام. طيب يا ست الكل اسمعي الاجابه من الدكتوره. اهم حاجه ان احنا نتابع اكل صحي في البيت، ننظم مواعيد اكلنا، نهتم ان احنا ما ناكلش بالليل، ان احنا ننام بالليل. ان للاسف قلبان النوم يا شيف بيأثر على كفاءه حرق الجسم. انها تتناول قله النوم ولا لا ان احنا نعكس نومنا. الناس يعني اللي تنام بالنهار وتصحى بالليل ده بيأثر على كفاءه والساعه البيولوجيه للجسم كله. يعني نتعود على ساعه نوم معينه. ان ساعه نوم معينه وطبعا النوم بالليل. طب الناس هو الناس اللي بتشتغل ورديه مسائيه ده غصب عنهم عنده شغل اخراج بالليل فجأة مدير الإخراج قال له تعالى الصبح.
ده غصب عنهم بس يعني اللي في ايده انه ينام في البيت بالليل يا ريت ينام بالليل لان ده طبعا مفيد جدا لصحتنا وبيرفع من كفاءه الحرق وتنظم مواعيد اكلها وبلاش الاكل التقيل بالليل وتتابع اكلاتنا الشهيه اللي بنعملها الصحيه ومهم جدا انها تشرب ميه كتير لانها بترفع من كفاءه الحرق وتعمل تحليل فيتامين دي لان اللي في معلومه ستات كتير قوي ما تعرفهاش ان نقص فيتامين دي بيوقف الحرق فبالتالي مهما عملت ريجيم عمرها ما تخس لان في عجز في فيتامين دي وتتابع هرمونات الغده الدرقيه وتنظم وقتها وتنظم اكلها وبلاش الاكل المسبك والمحاشي. تمام اشكرك يا دكتوره. تعالوا شوفوا مع بعض تفاصيل الاكله اللي بعملها عشان حضراتكم برضو نقدر نستفيد من وقتنا. معانا سمك فيليه شبيط تبلناه تتبيله لطيفه دمها خفيف اللي هو الروزماري. انا دايما بعتبر الاعشاب يا دكتوره دمهم خفيف يعني مش مؤذي للمعده اذا كان روزماري او زعتر وشويه طبعا بهارات لطيفه برضو عشان الطعم ما يهربش مننا. تشكيله من الفلفل لقيت في سكتي شويه ذره صفرا كده حلوين حطيتهم عشان الاطفال الحلوين بشويهم في قلب الطاسه بتاعتي وادخلها الفرن. هستاذن حضراتكم هندخل الشوايه بتاعت او الطاسه او الحله بتاعتي جوه الفرن تاخد وقتها في السوا وهنطلع فاصل صغير تكونوا جهزتوا الاسئله عملتوا تليفوناتكم لجيرانكم لحبايبكم لاصحابكم لان معانا دكتوره شاطره النهارده باحثه في معهد التكنولوجيا للتغذيه. انتهز الفرصه واسالي واحنا نجاوب على الهواء. اوعى تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف اسرار عمل ماكريل فولاذي. انا سميت فولاذي كده اسم يا روشانه يعني مش شيف المغازي. الله عليك خلاص سجلوها دي على السوشيال ميديا ماكريل فولاذي مش شيف المغازي. انا هنقول مقاديره على الشاشه في عجاله مش برضو ان انا بتجنى على سمكه الماكريل او ان انا بحامل بالعكس سمك ماكريل ده مش حد بيعمله في مصر ده بيجي مستورد يعني لغايه دلوقتي ما تعملوش مزارع ده حقيقي. مقاديره على الشاشه ماكريل مستكة اوبا مستردة عصير ليمون توم كل دي الخلطه بتاعت سمكه الماكريل بعد ما ان احنا نحمره في قلب الطاسه. مقادير بسيطه وسهله ولكن حاجات اساسيه بتشيل الزفاره من سمكه الماكريل. طبعا معلقتين من الدبس الرمان معانا ومعلقتين من البابريكا الحمراء اللي هي الفلفله الحمراء الهادئه البريئه. معانا مين؟ عم سعيد. يا عم سعيد ازاي؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم سعيد؟ سعيد بدر بتاع ايتام البارود يا فندم. اهلا وسهلا. الله يخليك. عمر يا عم سعيد. عايز بس كلمتين كده للدكتوره كده. اتفضل يا غالي. ماشي يا باشا. والله يا مغازي وعرفنا دكتورتنا الشاطره مين؟ الاسم الاول منال والثاني عز الدين. ميرسي. من فضلك يا دكتوره انا عندي ليك سؤال. اتفضل. ازاي اقوي مناحتي علشان يرتاح الباب؟ الله عليك. الله عليك. الله عليك. تقوي مناعتك عشان يرتاح البال ترضي زوجتك. ترضي زوجتك يا راجل محترم حبيبي حبيبي. بالك يرتاح وما يجيلكش الضغط ابدا. ازيك يا دكتوره؟ انا شفت الكلام الحلو بيجي عندنا بيدوق اكل حلو ويشم اكل حلو وياخد كلام حلو ومن مشاهدين زي العسل. الله يبارك لك. ربنا يكرمه. سؤال مهم جدا يا دكتور. ازاي نقوي مناعتنا وخصوصا طبعا احنا في ظروف الموجه الرابعه من الكورونا. اهم حاجه ان احنا نتناول الخضروات والفواكه وخصوصا الليمون والبرتقال والجريب فروت ونتناول الاسماك زي النهارده كده طبق سمك زي ده بيقوي المناعه لانه غني بالسيلينيوم. نتناول الحاجات اللي فيها الزنك. نحرص على شرب الميه بكميات كبيره. ننام 8 ساعات في اليوم. نبتعد عن التدخين. نحرص على ممارسه الرياضه. نشيل الموبايل شويه من على ودننا عشان ده بيضعف من مناعتنا بسبب الموجات والاشعاع والموجات الكهرومغناطيسيه اللي بتطلع من الموبايل. طيب ده بس قبل ما السؤال دي انا حطيت مستكه سيحتها في الزيت يا دكتور. تمام. يعني خدت الريحه بتاعتها خدت شويه الزيت. بس الزيت مش كتير. زيت قليل. طبعا ده بخاف. تمام. حطيت الزيت وسيحت المستكه وحطيتها بعد ما حطيت في الكوبايه. تمام. هبدا احط بقى سر الفولاذي بتاعي اللي هي اللي هي البابريكا الحمراء.
اللي في الفراخ الحمراء دي بتتباع في اي سوبر ماركت، قيمتها الغذائيه عاليه جدا وهاديه وهاديه، ما بتزعجش الكولون. ده حقيقي. معلقتين من الدبس الرمان، فص ثوم محترم كده مفروم ناعم. ممكن اقول حاجه بقى؟ فضل. طالما جبنا سيره فص الثوم، فص الثوم من الحاجات المفيده جدا لمريض ضغط الدم المرتفع. حل. وخصوصا لو هرسنا فص ثوم مع كوبايه الزبادي او مع تتبيله زي ما حضرتك بتقول. فص ثوم كل يوم بيحمينا من الاصابه من ضغط الدم المرتفع. ومريض ضغط الدم بيظبط له ضغط الدم. حلو قوي. طبعا دكتوره في سؤال في غايه الاهميه. اتفضل. مريض الضغط او الضغط مرتبط بالعمر أو تقدم العمر؟ هو طبعاً للأسف يعني مع ضغوط الحياة ومع الاسترس اللي طول الوقت بنبقى تحتيه، ومع العادات الغذائية الخاطئة والتدخين والسمنة، الجسم بعد سن الأربعين خصوصاً بيبقى معرض للإصابة بارتفاع ضغط الدم. طب يعمل إيه عشان ما يجيلوش المرض القاتل ده؟ أو أول حاجة ده. نمارس الرياضة لمدة نص ساعة من 3 لـ5 أيام في الأسبوع. الرياضة. نكون حريصين إن إحنا نقيس ضغط الدم بشكل دوري، ما هوش أنا قاعد كده ومش عارف أنا عندي ضغط ولا ما عنديش ضغط. نقلل شويه من الاملاح ونبتعد عن التدخين، ولو وزننا زياده شويه نحاول ننزله، ونحاول ناكل اكل صحي، ويبقى دايما طبق السلطه ضيف اساسي على المائده. مش ضيف، ده ضيف اجباري. يعني لازم يكون موجود على المائده، ونستبعد المخللات والترشي، ونستبدلها بطبق السلطه الشهي اللذيذ زي اللي الشيف مغازي هيعمله لنا النهارده. ونحط كمان في طبق السلطه، انا مبسوطه جدا ان حضرتك النهارده عامل لنا سلطه بنجر. عارف حضرتك البنجر غني بماده اسمها اكسيد النيتريك. العلماء اكتشفوا ان المادة دي بتزود او بتعمل على زيادة تدفق الدم في الاوعية الدموية، لان مشكلة الضغط طبعا في الاوعية الدموية ان بيبقى فيها مشكلة. فهو بيساعد على زيادة تدفق الدم، فمهم جدا ان احنا يبقى السلطة عندنا فيها بنجر. لو انا عندي ابني او بنتي بتعاني من الانيميا، البنجر غني بالحديد، مفيد لصحة القلب، وبينشط كمان الدورة الدموية. حل. معانا اتصال. يا ندى ازيك؟ ايوه يا ندى، ازيك يا شاف؟ الحمد لله رب العالمين. يا ندى انا قاعده معاك ليا نص ساعه مش بتكلمني. انا معاك اهو سامعك يا ندى، هسيب الفيديو واسمعك. معلش يا عسوله يا اموره. نعم يا ندى، وانا بموت فيك يا اموره. ربنا يبارك فيك يا ندى حبيبتي. انا بحب الدكتوره اللي معاك، الدكتوره منال. معانا هي، تفضلي. شكرا ليك يا ندى. ازيك يا ندى؟ ازيك يا دكتوره؟ عندك كام سنه يا ندى؟ عندي 6. حبيبتي ربنا يحفظك. بتروحي المدرسه؟ انا عندي انيميا، عايزه حاجه تخليني الف سلام عليك. الف سلام عليك يا ندى. الف سلام عليك يا عسوله. مهم جدا في الانيميا ان احنا نسمع كلام ماما في الاكل، وناكل الخضروات والفواكه، وناخد عسل اسود يا ندى. وباكل بنجر وباكل عسل اسود، كل ناكل حاجه، ناكل بنجر وناكل عسل اسود. ومهم جدا ماما تعمل لنا تحليل انها تتاكد ان ما فيش. انا عرفت جدا. ليه اللي عرفت ليه الصعيد ربنا يخليك يا ندى، ربنا عسوله يا اموره، دمك زي العسل. ماما تعمل لنا تحليل يا ندى، تحليل براز عشان تتاكد ان ما عندهاش ديدان، لان وجود الديدان بيأثر على الاطفال ده في السن ده، بيخليهم يصابوا بالانيميا. وتاكلي كبده وتاكلي كل حاجه ماما تحطها لك يا ندى، ونحرص على وناكل سمك زي الشيف بيعمله لنا النهارده يا ندى، بيعالج من الانيميا يا ندى. واهم حاجه الليمون على الاكل وعلى طبق السلطه وعصير البرتقال يا ندى. اشكرك يا ندى، ويا بختك يا ندى. دكتوره منال، عندنا الكركديه. اتفضل. دايما لما واحد يجي له الضغط يقول لك اشرب كركديه بارد. تمام. ضغطك واطي ولا عالي؟ ايش مش عارف لغايه دلوقتي نستقر اذا كان الضغط واطي نشرب الكركديه بارد ولا سخن. خلينا نبتدي بموضوع الكركديه سخن. ده خليني اقول لك خدعوك فقالوا. خدعوك فقالوا في يعني الكركديه السخن. الكركديه يا جماعه شربناه بارد شربناه سخن بينزل الضغط، لان الماده الفعاله اللي فيه واحده. هي مش هتتغير تركيبها بارتفاع درجه الحراره. سبحان الله، الكركديه من الحاجات اللي بتنزل ضغط الدم، مفيد لصحه القلب كمان، بيقلل الكوليسترول، ومفيد كمان للناس اللي عايزه تعمل دايت، بس ما نحلهوش بسكر زياده. مهم جدا لانه سعراته الحراريه قليله. والنصيحه بقى اللي حابه اقولها للساده المشاهدين، نجيب الكركديه من عند العطار الزهره الكامله، بلاش اكياس الكركديه اللي في السوبر ماركت، الزهره الكامله، وننقعه 3-4 ساعات ونقدر نشربه بارد او نشربه سخن
بيكون مفيد جدا لصحتنا وخصوصا مريض ضغط الدم، وعلى فكره بيقلل الكوليسترول بس ما نكترش السكر في التحليل. وربع حاجه صافيه ازاي؟ السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ايوه حاجه صافيه معاكي، اتفضلي. ازيك يا شيف احمد؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا شيف احمد؟ ازيك يا حاجه صافيه معاكي يا ام، اتفضلي. الله يخليك يا شيف احمد. استاذنك وقت التلفزيون يا حاجه صافيه شويه عشان اسمعك. دكتوره منال اللي معاك والله. اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا وسهلا بيك يا حاجه. اهلا وسهلا بيك يا حاجه. اهلا بيك، اهلا بيك. ربنا. بس انا بس بنوع عن حاجه يا شيف احمد. اتفضلي. السمك اللي انت عملت الخلطه دي ممكن تعدلنا الخلطه دي تاني؟ حاضر يا ام. سمك المكرل. حاضر، نقول لك على المقادير تاني. حاضر، انزلوا بالمقادير تاني للسمك يا شباب. دكتوره منال، السادة المشاهدين مبسوطين بحضرتك النهارده قوي والله، وانا سعيده ان انا معاكم النهارده. واحنا جايين النهارده عشان السادة المشاهدين واللي حابب يسال معانا. اهلا وسهلا. اشكرك. ايه رايك في السمك اللي انا عامله؟ لا شكله طيب يا ايه ليه ايه الحلاوه النهارده دي؟ لا بسم الله ما شاء الله. ايه الجمال ده؟ بسم الله ما شاء الله. وحضرتك حاطط الفلفل الالوان، والفلفل الالوان دي من الحاجات القيمتها الغذائيه مرتفعه جدا جدا جدا. وندى كل فلفل الوان عشان بيعالج الانيميا، وفي نسبه عاليه جدا من فيتامين سي مفيده لصحتنا. السمك الماكريل شايفين حضراتكم احنا المقادير على الشاشه بسيطه وسهله. المخرج هنا بيقول لي ليه فتحت السمكه من عند السلسله من ظهرها. السمك الماكريل يا دكتوره منال الانسجه بتاعته مختلفه تماما غير انسجه اللحوم والفراخ. تمام. العلم يوثق المعلومه دي ولا غير؟ هو سبحان الله كل سمكة ليها طبيعة تكوينها، والأسماك والأسماك كل واحد ليه طبيعة نسيج مختلفة. طبعا المكريل. كلامك سليم يا شيخ. المكريل يعني معروف عنه بالزفارة شوية زي سمك التونة والسلمون. ده حقيقي، بس ممكن بشوية زي الليمون والخل والحاجات دي بنقضي على الريحة دي على طول يعني. فأنا عملت خلطة زي ما شفت حضرتك كده، وحبيت إن الخلطة دي تشارك جوه السمكة، يعني تخش جوه الانسجه بتاعت السمكه. حلو قوي. وطبعا ما كترتش زيوت هنا، اكتفيت بشويه الزيت اللي انا حطيته مع الخلطه لأن المخلوطين بالمستكه. لان هو سمك دهني كمان. في نسبه دهون، في اوميجا. والمعلومه بقى ان الدهون او اوميجا 3 فين مكانها في السمك بالذات الماكريل او السلمون؟ صدقوني بجد ما بين الجلده وما بين اللحم، سبحان الله. فلازم ناكل الجلده اللي اشهر السمكه دي. نو خلي بالك عشان تستفيدي باوميجا 3 هندخل. ولو تبلناه قبلها بيوم يا شيفنا. طيب شيفنا لو تبلناه قبليه بيوم. لو تبلناه طيب معلش. الدكتوره سالت سؤال وما صدقنا، الدكتوره جايه هنا سالت سؤال نجاوبها. دكتوره انت حبيت الماكريل؟ طبعا، وريحته جميله جدا. تتبيله ما كنتيش بتاكليه؟ بصراحه لا، اول مره هاكله معاك النهارده. لا ده ما يتبلش قبلها بيوم. ما يتبلش بقى، ما هو ده السؤال اللي بساله. لا ده على طول يتبل يخش النار. طب حلو قوي. ده اعماله يعني لو واحده ست، لو سيده جايه من الشغل ومستعجله على طول تقدر تجيبه. لازم درجه حراره عاليه جدا. درجه حراره يعني درجه الجريلا تسخن جامد. عارفه ليه؟ تمام. لان اي سمكه فيها سوائل، فيها جوسي، لو انا حطيتها على نار بارده السائل بتاعها والجوسي بتاعها والقيمه الغذائيه اللي موجوده هتنزل على الجريلا تشفطها وتنشف، وناكل السمك كانه سفنجه. اما الماكريل لازم ينزل على نار شديده عشان نحتفظ بالجوس بتاعه. ما هو ده فن المطبخ بقى يا شيخنا، ده فن المطبخ. ربنا يبارك. الشعريه يا فندم، في شعريه موجوده في السوبر ماركت ومكعبات لا تسمى. ده حقيقي. هل دول لك حاجه سريعه؟ الولد بيبكي والولد بيعيط، مامي مامي عايز اكل. بسرعه بتيجي مطلعه الكوبايه ومقلبها وتقول له كل يا حبيبي الف انا وشيف. عايز اقول احنا كده بنضر اولادنا بايدينا يا جماعه. لا الشعريه سريعه الاعداد والتحضير. للاسف الشعريه دي ما فيهاش اي ميزه. اولا بتزود وزن اولادنا، تاني حاجه فيها كيس عباره عن زيوت مهدرجه. احنا بنعرض اولادنا للاصابه بالكوليسترول في السن الصغير. في الكيس بقى اللي هو فيه ملح الصيني او اللي فيه جلوتامات الصوديوم. للاسف النوع ده من الملح ضار جدا على صحه اولادنا. بيسبب فرط للحركه وتشتت للانتباه. وتيجي الام تقول لك الولد ما بيقعدش، الولد ما بيركزش. ده غير كمان ان النوع ده من الملح بيساعد اجسام اولادنا. لو عملت لي يا دكتوره شويه سمبوسه في الثلاجه، شويه سبريل جرولز، حاجات
لطيفه جدا. عملت رغيف حواوشي سباكيتي كده مع صلصه البيستو، رغيف حواوشي سريع كده بالظبط كده، هيكون مفيد جدا وصحي وحامت اولادها من ضغط الدم والسمنه. وهي بتفتكر كده ان هي بتسكته ان هو عشان ما يبكيش هي كده. وكويس ان حضرتك طرحت السؤال ده كمان عشان دخول المدارس. طيب. وبشوف للاسف المحلات قدام المدارس جايبين بويلر وجايبين الشعريه دي مشكلة. ويعملوها للاولاد اعدام يا فندم بالظبط. طب تعالوا مع بعض، السمك طبعا طلع من الفرن، قشر بياض مشوي بالاعشاب اللي تعبت عليها النهارده، روزماري، زعتر ده مهم جدا، وريحه الصينيه طالعه بتقول انا الزعتر ده حقيقي. وهنعمل دلوقتي سلطه البرجر، وصت فيها الدكتوره منال عز الدين باحثه ودكتوراه في معهد التكنولوجيا للتغذيه. هنطلع فاصل صغير وجهزي الاسئله عشان فرصه معانا دكتوره شاطره النهارده، او تروحوا بعيد تابعوا لي. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل باستضافة الدكتورة شاطرة الدكتورة منال عز الدين باحثة في معهد التكنولوجيا للتغذية. دكتورة منال، سؤال مهم جدا. اتفضل يا شيخ. بيجي شم النسيم وبتيجي المناسبات الحلوة اللي بنكسر فيها من أكل الفسيخ والرنجة. ولكن في سمكة الرنجة دي موجودة، أنا أعرف الكلام ده وأنا منهم، متواجدة دايما في مطبخنا، الرنجة أنا بحبها. هي من الاسماك الشهيه واللذيذه وغنيه بالاوميجا 3 وبنت عم الماكريل زي ما بقول بالظبط كده. بس هل هي لمريض الضغط في مشكله مع مريض الضغط؟ لو متملحه وتملحها عالي جدا مريض الضغط طبعا هيكون في مشكله كبيره جدا. يعني نجيب نجيب الرنجه اللي ملحها قليل. الرنجايه الدلع اللي ما فيهاش ملح دي بتكون مفيده ليه، وممكن ياكلها مع طبق سلطه هتكون مفيده جدا ليه. ما لازم سلطه وفواكه طبعا. بس مريض، طالما بقى جبت سيره الاسماك المملحه يا شيفنا، مريض ضغط الدم ملهوش دعوه ولا بالفسيخ ولا بالسردين. لانه طبعا بيرفع الضغط بنسبه عاليه جدا. وكمان انا عايزه اقول لمريض الضغط وهو بيقيس الضغط، للاسف انا بلاقي الناس مثلا راجعه من الشغل مجهده وفي قمه ارهاقها وتخش على الصيدليه تروح قايسة الضغط. حلو. غلط جدا. لازم قياس الضغط ده حضرتك تكون مرتاح قبليه حوالي مشروب مشروب الليمون بالنعناع. دكتوره منال، من الحاجات المفيده جدا، يعني بما ان النعناع فيه قبل ما انسى، بس يقول لك يا بتاع النعناع يمنعنا. اولا قيمته الغذائيه عاليه جدا لانه غني بفيتامين سي. النعناع الليمون هو اللي غني بفيتامين سي. النعناع من الحاجات المنعشه وبتهدي الاعصاب وبتحارب الاكتئاب. الليمون من الحاجات كمان اللي بتقلل ضغط الدم وبتقلل التوتر، حتى يقول لك لو واحد متعصب شويه هات له واحد ليمون عصير. ايوه هو ده عصير ليمون بالنعناع، بيهدي وبيحسن المزاج. فنرجع تاني لطريقة قياس الضغط. قياس الضغط، امتى نقيس الضغط؟ نقيس الضغط قبل قياس الضغط بنص ساعة، أكون مرتاح، ما اشربش ولا سجاير ولا قهوة، ولا أكون واكل خلال النص ساعة، ولا باذل مجهود رياضي كبير، ولا متعصب. تمام. يعني خلال النص ساعة. والقراية الضغط الدم لو قسته في الصيدلية ولقيته طبعًا 139 على 90 نعرف هنا ان في ارتفاع في ضغط الدم. 139 139 على كام؟ على 90 على 90 على 90 هنا ضغط الدم بيكون ارتفع، و139 على 100 بيكون هنا ضغط الدم مرتفع. لازم يروح للدكتور. امال ايه 165 ده بقى و160؟ لا طبعا ده عالي جدا. ده بس بتاع الصيدليه يقول لك نزل خمسه من ده ومن ده. لا مالناش دعوه بالصيدليه. انا عايز اعرف الحاجات دي بقى. لا اولا انت لو قسته ولقيته عند الصيدلي مرتفع تتجه تمام لاقرب دكتور مباشره. لازم نروح للدكتور، والدكتور هيعيد قياسه مره تانية بالجهاز الزئبقي ويتاكد، ومش هياخد القرايه من اول مره. طب هيقول لك ارتاح بره 10 دقائق وتعالى تاني، لان ضغط الدم متغير. طب سؤال بمناسبه قياس الضغط، قياس الضغط هل له علاقه بقله النوم؟ الواحد ما بينامش كتير. طبعا الاجهاد والضغط الاجهاد يعني كده مش مريض ضغط هو. والله الدكتور بقى اللي يحدد اللي في الحالة دي هو مريض ضغط ولا مش مريض ضغط. السؤال اللي بسأله ده والله العظيم يخص كتير من السادة المشاهدين وأنا منهم.
انا لما انا الايام دي يعني مجهود شويه كده لازم، بس قله النوم لما بيبقى ضغط بالليل زياده شويه، هل ده كده في مشكله؟ ما هو يسأل الرقم كام ده مهم جدا. كمان حاجة مهمة، احنا خلال اليوم ضغطنا مش ثابت، يعني مع المجهود بتلاقي الضغط بيزيد، مع العصبية والنرفزة الضغط بيزيد. اتفضل. هننضرب في مدام هدى على التليفون. يا مدام هدى ازيك؟ السلام عليكم. بعتذر منك يا مدام هدى، معلش. لا ابدا، يا شيخ تحت امرك. السلام عليكم. بس بنسأل اسئله مهمه برضه. السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا الكلام اللي حضرتك بتقوله للدكتوره. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اولا تسلم ايدك يا شيخ. الله يبارك لك. الله يبارك. ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضلي يا فندم. بعد اذنك يا دكتور، انا ضغطي منخفض. تمام. وفي الوقت نفسه عايز انزل جسمي، هو مش كبير بس انا بحب جسمي ايه يكون مريح في الحركه. تمام؟ فانا عايزه ايه اعرف ايه الصح اللي اكله في الاكل؟ وتكلمين عن الحاجات اللي تتعب الضغط المنخفض وايه الحاجات المفيده ليه. حاضر يا فندم. شكرا لك يا شيخ. تمام تمام. هي عايزه تنزل وزنها. اهم حاجه في تنزيل الوزن ان احنا نحرص على ممارسه الرياضه، الاكل الصحي، طبق السلطه. نقسم وجباتنا لخمس وجبات في اليوم. نبعد عن المسبكات والمحاشي ونكسر من تناول المي. بالنسبه لضغط الدم المنخفض، اول حاجه ضغط الدم المنخفض هو احسن من ضغط الدم المرتفع. حلو. ولكن لازم بتاخد له علاج مع التغذيه. بناخد بقى ممكن بعض الحاجات الحادقه شويه، تاكل رنجه من تاخد الحاجات المالحه، ممكن تاخد شويه فول سوداني مملحين، الجبنه القديمه، الحاجات دي بترفع عندنا الضغط شويه. اتفضل. عندنا مشكله هنا دلوقتي، يقول لك مريض الضغط دايما يبعد عن السكر والملح. ده حقيقي. حلو كده. طب الراجل ده ياكل ايه؟ يعني لما نقول له تعالى كده ابعد عن السكر والملح وابعد عن الكربوهيدرات وابعد عن الدواء، هيقول لك طب انا عايش ليه؟ الخضار والفاكهه. ايه البديل؟ الفاكهه عندنا بديل للسكريات والحلويات الشرقيه. ناخد فاكهه. نقدر نشرب مشروبات بدون سكر عندنا. زي عندنا نقدر نشرب الكركديه، نشرب الثوم، التمر هندي، نقدر نحليها تحليه بسيطه. هو مشكله ان مريض السكر يا جماعه بيكون اكثر عرضه للاصابه بضغط الدم. فمريض السكر لازم ياخد باله انه بيكون اكثر عرضه للاصابه بضغط الدم بنسبه 50%. طب يا ترى مريض الضغط معرض للاصابه بمرض السكر؟ بيكون معرض برضه للاصابه بمرض السكر من النوع الثاني. فلو انا جالي ضغط لازم اخلي بالي من السكر، ولو جالي سكر لازم اخلي بالي من الضغط. طب دكتوره منال، اللي احنا مصر، احنا مصر يعني والارض الطيبه مصر، تمام، بتصدر المانجا لكل دول العالم. دي ليها عشاق بالملايين. شهاده مني انا شخصيا، انا لفيت العالم كله بحكم شغلي. الحمد لله. مفيش مانجا زي المانجا المصريه. حقيقي. طب مريض الضغط هنا موقفي ايه من المانجا؟ وهل المانجا دي يعني ناكل كم؟ انا مثلا لو انا هموت لازم اكل مانجا، فناكل كم مانجا في اليوم؟ اولا ان المانجا المصريه ليها عشاق بالملايين. حول العالم. في العالم كله. ايوه. والمفاجاه ان عمر المانجا ما كانت بترفع الضغط. خالص. حلو قوي. ليه بقى؟ لان المانجا فيها بوتاسيوم وفيها مغنيسيوم. حلو. والملحين دولت بيعادلوا الصوديوم اللي موجود في اجسامنا، واحنا محتاجينهم. مشكله المانجا في نسبه السكر اللي فيها. المانجا كمان مفيدة لأنها غنية بالألياف وغنية بفيتامين كي. حلو. ومريض الكلى ياخد باله منها لأنها فيها نسبة أكزالات عالية. طب معنى كده أن هي ما بتجيبش ضغط أن أكل مانجا براحتي؟ لا، هناكل في كل يومين ثلاثة ممكن مانجاية صغيرة حجم وسط، بحيث أن احنا ما نحرمش نفسنا، نقدر نشربها عصير ونقدر ناكلها. طيب هل مريض الضغط هنا الكلى بتتأثر عنده؟ طبعا مع مرور الوقت الكلى بتتاثر، لان مشكله مريض الضغط بيكون في اللي بيحصل له في الاوعيه الدمويه. شيء من التصلب والاضرار والشرايين اللي بتغذي الكلى. فبتتضر، فبالتالي الكلى الدم ما بيوصلهاش بكفاءه زي من الشخص السليم. وممكن الكلى نفسها لو فيها مشكله تجيب ضغط للشخص. حلو. فالكلى من الحاجات، عشان كده بنقول لازم حاجة زينب ازاي الوقت نشرب ميه كتير. يا اهلا يا شيف، يا شيف احمد، يا اهلا يا امير الشفات كلها. يا فن وابداع وهندسه واقتصاد وطب. ايه ده كل ده؟ يا بختك يا شيف. اشكرك يا حاجه هدى. حاجه هدى الله يخليك. وانا كنت يعني. انا كنت عايزه حاجتين، كنت عايزه ابعت تهنئه، كنت عايزه ابعت دعوات بالشفاء العاجل لبنت خالتي سامية إبراهيم. ربنا يشفيها إن شاء الله. أخلص الثمانيات والدعوات القلبية بالشفاء العاجل، وأرق التهاني بزفاف رامي أنور.
وكنت عايزه اسال دكتوره منال سؤال من فضلك. فضل. يا دكتور يا شيف احمد. اتفضلي. اتفضلي. منوره الشاشه يا دكتوره منال. مع الشيف احمد. مرسي. اللي هو عامل كاريزما جميله. مرسي. معاكي ومعانا. أشكرك. دكتورة منال. شكرا ليكي. أشكرك. أشكرك. تفضلي. حضرتك أنا عايزة أعرف الأكلات المفيدة لخشونة الركبتين لأن أنا عندي خشونة شديدة. لا ألف سلامة عليكي. الركبتين. ألف سلامة عليكي. الله يسلمك. ألف سلامة عليكي. أشكرك. أشكرك. تفضلي. الله يسلمك دكتورة منال من ورا الشاشة أنت وشيف أحمد. أشكرك. أشكرك لذوقك وأخلاقك. مرسي. مشكلة كبيرة موضوع الخشونة. ده كل أعتقد فيه ما يطلعش الأسانسير. ما يطلعش السلم بقى يركب الأسانسير والجو ده حقيقي وخصوصا مع تقدم السن بتزيد المشكله وليها الام وهي نوع من انواع التهاب المفاصل نتيجه تاكل الغضاريف عليها بزيت الزيتون تدفيه وتدعك بيه مكان الالم وبرده زيت الجنزبيل ممكن وزيت الخردل ممكن ده بالنسبه الحاجات اللي هتستخدمها على الجسم بالنسبه اللي هتستخدمه على الاكل تستخدم زيت الزيتون في اكلاتها تشرب بردقوش لانه مضاد للالتهاب تحط الكرفس في السلطه وفي الشوربه لانه برده مضاد للالتهاب تحط الكركم في الرز زي ما حضرتك عامل كده النهارده لانه برده مضاد للالتهاب تحرص على تناول منتجات الألبان حل. وتشرب مية كتير وتحاول ترتاح بقدر المستطاع حلو الله إجابة باستفاضة زي ما بقول السادة المشاهدين هنستأذن طبعا حضراتكم أنت بتعمل إيه يا شيف لسه دايما. هسألك والله يا شيفنا صاحب جد والله والله البصل المحمر ده هنعمل بيه دكتورة منال أنا بصراحة بقى اللي حببتني في المطبخ جدتي ربنا يديها الصحة يعني ربنا يديها الصحة لحد النهاردة بتصر إن هي لازم تطبخ لنا بإيديها وبحس يا شيفنا وهي واقفة في المطبخ إنها بتعزف مش بتطبخ طبعا موضوع بفن ومزاج وإنت لو عملت الأكلة زيها وبنفس المقادير لا لا يمكن انسي ولا الشكل ولا الطعم لا يمكن يعني كل الناس بتحلف بأكلها وأنا من خلال برنامج حضرتك بوجه لها أكبر تحية وأقول لها ربنا يخليكي لينا وإحنا كمان لا ربنا يديك الصحة يا رب طيب دكتورة منال أنا بعمل دلوقتي قبل ما أقفل بس بعمل حاجة اسمها الطحينة بالبصل المكرمل تمام العب يا سمك الطحينة بناكلها دايما مع سلطة مع السمك بحقيقة. أنا بغير مدرسة الطحينة مع السمك وبعملها طحينة بالبصل المكرمل في حاجة مميزة جديدة والبصل من الحاجات المفيدة كمان وتقوي المناعة بصل مقرمش أو متكرمل يعني إيه متكرمل؟ يعني أنا بديله الطعم الكرملة لأنه غالب السكر والبصل بتاع أرضنا بالذات والقرآن الكريم اللي قال مش احنا اللي سبحان الله ده مليان فوائد بنصدره للدنيا كلها ناخد البصل ده يتشوح او يتحمر بمعلقه زيت زيتون ياخد اللون ده تمام وبعد كده بنحطه في الكبه مع بابريكا مع ثوم مع عصير ليمون وطحينه تحقيق. ايه الناتج هنشوف على عينك يا تاجر دلوقتي اتصال مين يا فندم امال يا مدام امال ازاي اهلا وسهلا ازيك يا شيخ الحمد لله رب العالمين تسلم ايديك على كل اللي بتعمله الله يبارك لك اتفضلي اهلا معاك اتفضل انا السمك الماكريل والتونه قريت عليهم ان هم فيهم المستورد يعني ده فيه اضرار كبيره ده كلام صح ولا غلط العلم اهو يا ست معانا العلم قولي الماكريل اتفضل شفت كتير على النت حاجات على ان الانواع اللي بتيجي مصر من الماكريل والتونه مش صالحه فانا بتاكد بس اسالي الدكتوره عشان يعني الفوائد بنسمعها كتير لو في اضرار هي قصدها الرساله وصلت هي ست الكل بتسال واعتقد هي مش بس كتير يقول لك الماكريل يا عم اكل ماكريل كانك بتاذيه يعني لا في بعض الناس بتظن ان الماكريل فيه نسبه من الزئبق بتكون نتيجة انه جاي من المحيطات في مدن صناعية عملاقة فبتصرف مية المصانع على هذه المحيطات انا عايزة اقول النسبة مش ضارة اللي فيها بالشكل القاتل اللي حضرتك متصوراه وبعد كده احنا يعني بنضفنا له الليمون وحطينا جنبه الخضروات وحطينا جنبه الحاجات المفيدة دي وتأثيره مش النسبة اللي هتضر حضرتك لان اكيد
لان اكيد حضرتك مش هتاكليه الثلاث وجبات او هتاكليه يعني كل يوم، فلو كلناه مره في الاسبوع او مره كل اسبوعين مش هياثر على جسم حضرتك. التونه مشكلتها المريض ضغط الدم المرتفع ان هي معلبه، وطبعا المعلبات بشكل عام لمريض الضغط المرتفع انا بحذره منها لانها فيها نسبه املاح عاليه. وانا بحيي الشيف المغازي النهارده ان كل الاكلات ما فيهاش ملح النهارده، واكلات صحيه ومفيده، والطحينه من الحاجات اللي غنيه بالبوتاسيوم اللي بتقلل ضغط الدم، وفي نفس الوقت اللي عنده مشاكل في الكالسيوم الطحينه غنيه بالكالسيوم، وفيها اوميجا على فكره. الطحينه فيها اوميجا، منتجات السمسم كلها اوميجا 3 بالظبط، فيها اوميجا ومفيده جدا لمريض ضغط الدم المرتفع. في عجاله كده بس بسرعه عشان السلطه دي مهمه جدا للسي فود. اتفضل. طحينه مع بصل مكرمل مع الخلطه اللي انا عملتها لحضراتكم شفتوها كده مع بعضيها، احنا بنقلبها مع بعض كده اهو، والميه السخنه دايما يا دكتوره منال بتدي قوام للطحينه بالظبط، وبتدي انسيابيه للطحينه. خدت بالك؟ طبعا انا حطيت زيت زيتون وحطيت ملح، والبصل المكرمل كده كده فيه نسبه سكريات عاليه جدا، فهنا بيعمل طبعا طعم مميز جدا. والسلطه هنا كده جاهزه. ايه رايك في السلطه دي؟ لا لازم تدوقيها. لا طبعا انا بعد الاكل بعد الحلقه هدوق من الاكل. طيب احنا النهارده عملنا ماكريل، عملنا قشر بياض بالتوابل والاعشاب، عملنا سلطه البنجر براعة رغبه حضرتك، عملنا رز بالكركم المفيد جدا للجهاز الهضمي والكبد بالاخص، عملنا سلطه الطحينه بالمكرمل او البصل المكرمل، ونقول حقوق الطبع لدينا وبس، يتبعه طبعا مطبخنا يا دكتوره منال. فن ورؤية وإبداع مع الشيف المغازي. دايما من ماس بيرو. من ماس بيرو. We'll be right back.